بصوا، عيب كبير جدا جدا ان الواحد يردد كلمه وهو ما يعرفش معناها. عيب فعلا. لما اقول انا فشلت، انا ما فيش مني رجا، انا ما فيش مني امل، انا واحد ساقط، انا واحد ماليش في الدر. مين اللي قال كده؟ ومين اللي حكم عليك بكده؟ هو انت متاكد اصلا انت عارف معنى الحقيقي للجمله دي والكلمه دي؟ الفشل انك تبقى عندك خيبه امل يعني وعدم تحقيق اللي انت عايزه، امل بقى وعواطف والكلام ده. لكن ما هوش مستحيل. طالما حاجة مش مستحيلة بقى ينفع أعملها، وطالما غيري قدر يعملها أنا ممكن أعملها، بس بنسب طبعا. لو أنت مثلا، ركزوا معايا ما أشرح لكم، لو أنت عايز تتعلم لغة وموفقتش في ده، أنت هنا محققتش هدف بس ما فشلتش. طب أنا لا، ممكن يكون محققتش الهدف اللي أنا عايزه في فترة زمنية، هنقول كل الكلام ده. السبب إيه؟ مثلا المادة صعبة، وبعدين يعني ما لفهاش ولا كلمة إنجليزي، والمادة صعبة، وبعدين الجملة كلها بص لوحك 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 لوحك، بعدين تقعد تسمع جملة طويلة عريضة وفي الآخر الفعل يعني المادة صعبة. التأسيس فيها ما كانش جيد مثلا، سواء كان في الرياضة ولا العلوم أو أيا كان، أو كانت ظروف خاصة في الفترة دي فأنا كرهت المادة، أو أنا مش مركز أصلا في الدراسة دي، أو أنا ما عنديش وقت صراحة، يعني عندي حاجات تانية شغليني، عندي بلعب بابجي بقى، يعني عندي مشاغل أنا، أو أنا بكره المادة لكره المدرس بتاعها ومش طايقنا ومعنديش صبر عليه، حاجات كتيرة. أنتوا عارفين فشل يعني تراخي، ضعف مثلا، كسل شوية، لكن الضعف سهل جدا انا احوله قوه، صح ولا لا؟ التراخي والكسل اصلا من السهل جدا ان هو يتحول لنشاط لو انا فهمت صح، ويبقى عندي حماس كمان للامر ده، بس بشرط انك تمتلك الاراده عشان تقول لك خلاص، او انت شايف النماذج اللي قدامك كلها على نفس المنوال، فانت يبقى عندك تصميم بس ان انا اتغير او ان انا احقق حاجه. لما اقول لنفسي انا مش عارف احل المساله دي، طيب، او انا مش عارف اترجم الجمله دي، انت هنا بتقدم لنفسك ايه؟ انا الحل فقط، الحل الطريقه ذات نفسها، ان انا ايه، طب اعرف احل، اعرف اترجم، مش عارف. يبقى العبره في ايه؟ في المعرفه. فعدم المعرفه باليات الحل، تمام، هي اللي بتجيب لك نتيجه لجهل المعلوم، مش جهل الشخص. انا جاهل بالمعلومه او جاهل بالوسيله تخليني اعرف احلها، فمحتاج ايه؟ مجهود شويه، نتعلم شويه، نفهم الاليات عامله ازاي. خلاص امتلكت المعرفه الاساسيه فهتعرف. مش عارف اترجم الجمله الفلانيه، عشان انت ما عندكش العلم او القدر الكافي بالمعرفه او بالعلم بالامر ده او بالجمله او بمعناها او بمتشابهاتها مثلا. ركزوا معايا، عدم المعرفه لا تعني استحاله المعرفه. تاني، عدم المعرفة لا تعني استحالة المعرفة أبدا. لما تقول لنفسك أنا مش قادر، أنا لا أستطيع، كلمة دي أصلا كلمة غلط، ما ينفعش إنها تتقال، وأي محاضرات تنمية ذاتية أو إدارية أقول لك غلط إنك تقول الكلمة دي، لا أستطيع، مش حاجة اسمها مستحيل، وهنتعلم الكلام ده في الحلقة. يبقى ما في، مش استحالة، لا، أنا ممكن أمتلك المقدرة على الترجمة، ممكن أمتلك المقدرة إن أنا أتعلم اللغة، ممكن أمتلك المقدرة إن أنا أحل الرياضة ولا أعمل كذا، أيا كان. إيه الحل؟ حاجة اسمها ثلاثية. ثلاثية الفعل. ايه ثلاثية الفعل؟ ثلاث حاجات: تدرج، التدريب، التكرار. تدرج يعني خطوة خطوة. لما بتيجي تتكلم مثلا عربي هتتكلم باللغة المصري، الحمد لله يعني اللغة المصرية مفهومة من جميع الجاليات دلوقتي. هتتكلم سوري، طب شامي ولا الناحية التانية، ها، يقول الشوام يعني.